موجة غبار في شرق المملكة وطقس حار نسبي إلى حار وأجواء معتدلة أثناء الليل المتأخر، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء حارة إلى حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، ويصبح الطقس معتدلا أكثر خلال ساعات الليل المتأخر، وبالنظر إلى سرعة هبات الرياح الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن الرياح تنشط يوم الخميس نهارا في المنطقة الشرقية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار. لذلك نود التنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية في خلال ساعات نهار يوم الخميس، وتتكرر هذه الحالة يوم الجمعة أيضا، ونتمنى السلامة للجميع. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان. درجة الحرارة تكون 19 درجة مئوية، أجواء صافية، وتصل سرعة الرياح إلى 17 كيلومتر في الساعة. أما في الثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان، يوم الأربعاء والخميس والجمعة تكون الأجواء صافية، درجات الحرارة ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية، وليلا ما بين 19 إلى 21 درجة مئوية، أجواء صافية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا. إربد 33 نهارا إلى 19 ليلا، في المفرق أجواء حارة من 35 إلى 19 درجة ليلا، في جرش من 35 إلى 21 درجة ليلا، في عجلون أجواء صافية من 33 إلى 19 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة عمان من 31 إلى 19، في الزرقاء من 35 إلى 20، في البلقاء من 32 إلى 19 درجة مئوية، ومادبة من 32 إلى 19، وفي البحر الميت أجواء حارة من 41 درجة مئوية في ساعات النهار إلى 26 درجة مئوية في ساعات الليل. جنوبا في الكرك من 31 إلى 20، في الطفيلة من 29 إلى 20، في معان من 34 إلى 22 درجة مئوية، في جبال الشرى من 27 إلى 17، في العقبة الأجواء حارة 39 درجة مئوية نهارا وليلا 27 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية، فرويشد من 40 إلى 21، في الصفاوي من 39 إلى 21، وفي الأزرق من 39 إلى 22 درجة مئوية في ساعات الليل. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.